يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري واقض مآربي، واجر به جسدي من النيران. واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، واربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وحي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. أمزجه يا ربي بلحمي معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان.